السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إن الأخوات الأعزة، الآن نتحدث عن بعض الحديث. حيا نبدأ. الأول، سم الله وكل بيمينك. عن عمر بن أبي سلامة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في صحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. ثم الثاني، لا تتنفس في الشراب. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. الثالث، تفسحوا في المجلس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. الرابع، معاونة المحتاج في السفر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: بينما نحن في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. ثم الخامس، أعطوا الطريق حقه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجلسنا بد نتحدث فيه. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام، الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وآخر الدعوان عن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا لسميع الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.